القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكثيف جهود القوات المسلحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتوسيع نطاق توزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنين مجانا بعدد من محافظات الجمهورية، حيث قامت عناصر القوات المسلحة في محافظة الجيزة بتوزيع الماسكات الطبية على المواطنين المترددين على محطة سكك حديد الجيزة للقادم والمتجه من وإلى الصعيد، وحثهم على البعد عن التزاحم واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية. كما انتشرت عناصر القوات المسلحة بمحافظة السويس وقامت بتوزيع الماسكات الطبية على المواطنين المترددين على مواقف النقل الجماعي ومكاتب البريد. حاجة جميلة جدا، يعني انا دلوقتي جاي داخل الموقف الاتوبيسات مسافر، فلقيتهم واقفين بيوزعوا كمامات على الشباب وكده هود، والناس وجميع الناس اللي موجودة. بنتوجه بكل الشكر والتقدير للمؤسسة العسكرية المحترمة اللي هي مشاركانا في كل شيء. بنتوجه بالشكر للسيد الرئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بكم مشاغله، هو فاكر الناس الغلابة دي، الناس كلها دي بتدعي له، فعلا بتدعي له معانا رئيس فعلا حاسس بالمواطن الغلبان. وفي محافظة الإسماعيلية تم توزيع الماسكات الطبية بمحطة سكك حديد الإسماعيلية وموقف النقل الجماعي وأنفاق قناة السويس ومعدية نمرة 6 للقادم والمتجه من وإلى سيناء. احنا الحمد لله نحمد ربنا ونشكر ربنا على انه القوات المسلحة لا تألى جهدا، بيجيبوا لنا الكمامات وبيوزعوا على الناس ببلاش. دي القوات المسلحة بتجابه على خط النار، بتجابه في جميع الأزمات، لها دور وطني عظيم من أجل حماية الجبهة الداخلية، إدارة للأزمة على أعلى مستوى، إدارة للأزمة من خلال منظور قومي، إدارة للأزمة من خلال أداء حكومي وأداء على مستوى الدولة من رئاسة إلى رئاسة مجلس الوزراء، شيء جميل. وفي محافظة بني سويف تم التوزيع على المواطنين المترددين على محطة سكك حديد بني سويف وموقف النقل الجماعي بالمحافظة. هي إجراءات كويسة جدا، وأتمنى أن الناس كلها تلتزم بوضع الكمامة، وبنشكر الجيش المصري وبنشكر الرئيس على الإجراءات الاحترازية الكتيرة دي اللي اتخذتها الحكومة، وتحية مصر. وألف ألف شكر أنهم بيوزعوا الكمامات على المواصلات كلها، وأول حاجة سكة الحديد، ويمسكوا كل المواصلات يوزعوا عليهم الكمامة. وحرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أعداد كبيرة من المواطنين في الأماكن التي يترددون عليها بأعداد كبيرة، وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم وامتنانهم لما تقوم به القوات المسلحة من جهود مكثفة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد. دول بقى فوق راسنا، دول حضرتك التراب اللي هم بيمشوا عليه، قسم بالله بقسم بالله التراب ده أطهر من أي شيء في الدنيا يتحط على راسنا، تاج نتزين بيه، ربنا يحميهم لينا يا رب. يأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة لتوفير الماسكات الطبية لكافة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، بما يكفل المحافظة على صحة المواطن المصري ضد خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.